بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السادة الحضور بداية أود أن أترحم على شهدائنا الأبرار الأطهار الأبطال الذين سطروا بدمائهم الزكية أروع ملاحم النضال ضد قوى البغي والاستبداد وإنه ليسعدني في هذا اليوم التاريخي هذا اليوم المجيد أن أقف بينكم وأرحب بكم أشد الترحيب وأهني نفسي وأهنيكم بهذا اليوم الغالي على أنفسنا جميعا إننا اليوم نفاخر الدنيا بأسرها بذكرى الاستقلال غرة أعيادنا فهنيئا يا وطني وهنيئا لك بأبنائك أصحاب الهامات العالية التي ما انحنت إلا لبارئها وكل العام وأنتم بخير أيها السادة الكرام على نافذة التاريخ تبرز أيام مخصوصات تتميز عن غيرها من الأيام تبقى حية شاخصة تعيش في النفوس والوجدان لتكون صرخا شامخا ومنبرا تطل منه الأجيال على تاريخ الأمة مستلهمة تجاربها وعبرتها ومستذكرة لأولئك الذين صنعوا تلك الإنجازات بفكرهم وحكمتهم أو بجهدهم وجهادهم أو بصبرهم وإصرارهم وتجعل منا وقفة للتعبير عن الوفاء والتقدير والإكبار وتتخذ منها بداية انطلاقة جديدة نحو آفاق المستقبل وتحدياته بخطى واتبة تزيدها التجارب المتراكمة رسوخا وثبوتا السادة الحضور في مثل هذا اليوم 24 من ديسمبر سنة 1951 ميلادي ومن على شرفة قصر المنار ببنغازي أعلن ولأول مرة استقلال ليبيا كوحدة سياسية واحدة بأقاليمها الثلاث وبدستور مثل شهادة ميلادها صدر في 7 أكتوبر من العام نفسه حدد القواعد الأساسية لشكل الدولة وبجيش يمثل عمادها دفاعا ولتصبح بذلك ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة ديمقراطية سبقت في ذلك عديد دول العالم في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا إن هذا اليوم لم يأتي مصادفة أو هبة من أحد بل جاء نتيجة حتمية لثمرات كفاح وجهاد وإصرار نقشت بدماء وعرق الآباء والأجداد والأمهات وعلى صفحات من ذهب خلدها التاريخ لتكون للحاضر وللمستقبل منارة لأبناء هذا البلد لاستلهام ما تنطوي عليه من قيم سامية وعالية ونبيلة وغايات نبيلة إن هذا اليوم بحق لهو يوم تاريخي استثنائي بكل المعطيات والمفردات في تاريخ ليبيا الحديث يتجلى وضوحاً عندما لا ينزع الحدث من سياقه التاريخي وعن الظروف المحيطة وقت صنع الحدث ويبرز إبراقا عندما لا يحكم على الماضي بمعطيات الحاضر أيها السادة الكرام كانت الظروف والمعطيات الدولية والإقليمية والمحلية وعلى كافة الأصعدة والمستويات معقدة للغاية وشكلت جميعها عامل تحد وخذلان في آن بل استحالة التحقيق إذ أنصفنا التعبير فعلى الصعيد الدولي كان الاستعمار الأجنبي نتاج علاقات دولية ظالمة وعلى الصعيد الإفريقي كانت الشعوب الإفريقية جلها مستعمرة من قبل الدول الأوروبية أو تحت الانتداب وبعيدة كل البعد عن أول خطوة نحو الاستقلال بل لم يكن حلم الاستقلال يراود حتى تفكيرها أما على الصعيد العربي فالوضع ليس بأفضل فلم يكن سوى 7 دول عربية مستقلة أضف إلى ذلك أن ليبيا كانت مسرحاً لرحى الحرب العالمية الثانية بين الدول العظمى المتناحرة فقد كانت ليبيا تشكل هدفاً ومطمعاً جيوسياسياً وجيوستراتيجي سواء للدول القريبة منها أو البعيدة فقد شكل موقعها الفريد بالغ الأهمية مغنماً يحقق جشعها في التوسع فكان الاتحاد السوفيتي يرى ضرورة تقسيم مناطق النفوذ بين الدول المتناصرة المنتصرة لكي يتسنى له الوصول إلى المياه الدافية الحلم
راود الروس منذ روسيا القيصرية. فرنسا كانت تسعى لتأمين مستعمراتها الجنوبية والغربية، والمملكة المتحدة تأمين تواجدها في شرق المتوسط ومصر. أيها السادة الحضور، شكلت تلك العوامل والظروف والمعطيات والتحديات عقبات أمام مساعي تحقيق الاستقلال، أو أن تدفع إلى مصير مجهول ومظلم كالتبعية أو الاحتلال أو الوصية. إلا إن المبادئ التي كانت راسخة لدى الليبيين وغير قابلة للتفاوض أو التنازل عنها تمثلت في الاستقلال التام ورفض الوصاية والانتداب وكل أشكال الاستعمار المقنع. وإن الليبيين قادرين على تسيير أمورهم دون تدخل من أحد، وإن ليبيا وحدة واحدة. شكلت هذه المبادئ الأساس الذي انطلقت منه الإرادة الليبية، وبإيمان راسخ إن النصر من عند الله، فكانت بحق إرادة صلبة كصلب الجبال الراسيات الشامخات وبعزيمة لا تقهر. وفي المقابل عمد المستعمر في سبيل مواجهة هذه الإرادة وكعادته، واستمالة الخونة والمتآمرين باسم الدعاية وعقد الاتفاقيات السرية لتدبير المكائد وحبك الدسائس وسبك المؤامرات. فكانت في البداية ترتكز على أساس بأن هذا الشعب غير قادر آنذاك على تسيير أموره، ومنحه الاستقلال في هذه المرحلة غير حكيمة، ويجب أن يخضع لنظام الوصايا لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وحبكت المؤامرات والدسائس في سبيل الوصول إلى مآربهم. إلا إنها كلها باءت بالفشل وانكسرت أمام إرادة هذا الشعب وعزيمته. ولعل أبرز تلك المؤامرات ما عرف سياسيا بمشروع بيفن سيفورز ذاك الوقت، والذي كان يهدف إلى توطين المستعمر وتقسيم البلاد شرقا وغربا وجنوبا. ومن كشفت خيوط اللعبة حتى عمت البلاد الاحتجاجات والمظاهرات رافضة رفضا قاطعا هذا المشروع ومنددة بهذه المؤامرة ليقرر مصيرها من غيرها أو لينحى، وأن الخيار غير الاستقلال هو الجهاد وحده ولا غيره. وأيضا تم التنديد به من دول عديدة. أمام هذه الاحتجاجات فشل هذا المشروع فشلا ذريعا، وعلى إثر ذلك تغير موقف بعض الدول الاستعمارية، فهي إيطاليا وعلى لسان وزير خارجيتها من دولة تطمح في الوصاية على ليبيا إلى دولة تؤيد الاستقلال التام. أيها السادة الحضور، إن المحافظة على هذا الاستقلال وسيادة هذا البلد وصون ترابه والدفاع عن مقدساته وتعزيز نهضته ليس بالأمر الهين ولا باليسير. فالأطماع والمصالح الاستعمارية لا زالت قائمة إذا ما توفرت الظروف بمساعدة العملاء والخونة. وقد تصادر إرادة الدولة باعتبارها صاحبة السيادة وتؤول إلى فرد أو مجموعات تتحكم في مصائر الناس وتصادر حقهم في تقرير كيفية سياسة الشأن العام. فذلك أشد وأسوأ من الاستعمار الأجنبي، ولو كان ذلك الفرد المتحكم أو المجموعة من واطني الدولة. إنما حدث في 4 أبريل 2019 لهو خير دليل على ذلك. إن إقدام حفلة من الخونة والمتآمرين والمدفوعين من قبل المستعمر ومحاولة الهجوم على طرابلس وقتل وتشريد الآمنين من أبناء هذا البلد وتدمير للبنى التحتية، وهو ما يربأ عن فعله كل ذي عقل يشعر بعمق انتمائه التاريخي والجغرافي لهذه الأرض التي ارتوى بدمائها أبنائها وأجداده، لا لسبب إلا لتحقيق أحلام عفى عنها الزمن وتحقيق مكاسب دنيوية على حساب هذا الوطن، وبأسباب لا تنطلي حتى على مختل فاقد لعقله. لقد سطر جنودنا البواسل وحطموا ذلك المتمرد على أسوار طرابلس وغريان وترهونة وكافة المدن، فكانوا بحق خير خلف لخير سلف، وأكملوا مسيرة الآباء والأجداد، ورجع المعتدي ومن معه وهو يجر وراءه أديال الهزيمة التي اعتاد عليها دائما وأبدا.
وسوف تكون النتيجة ذاتها إذا أقدم على ذلك مرة أخرى. أيها السادة الكرام، إن وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة تعملان جاهدتين لإتمام عملية إدماج المقاتلين الذين دافعوا عن العاصمة والمدن الأخرى في بنية الجيش الليبي الحديث، وإن المؤسسة العسكرية باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة السيادية ودرعها الحصين منذ تأسيسها ستبقى على هذا العهد وعلى أهبة الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي تهديد وردع أي معتد سواء من الداخل أو الخارج لصون هذا الاستقلال وسيادة أراضيه وأمن مواطنيه والدفاع عن مقدساته. وبهذه المناسبة فإنني بكل فخر أؤكد لكم بأن المؤسسة العسكرية وهي تمضي بخطى ثابتة نحو تحديث جيشها وبأسلوب علمي حديث وتسخر كافة إمكانياتها لبناء جيش عصري محترف. فقد تم تخريج العديد من الدفعات في كافة التخصصات، وتم إفاد العديد من الطلبة للدراسة بالأكاديميات العسكرية بالداخل أو الخارج، مستفيدين من ذلك من خبراتنا السابقة وخبرات أشقائنا وأصدقائنا. وفي الختام أكرر شكري وتقديري للحضور الكريم ولكافة الأشقاء والأصدقاء ولكل من ساهم ومن يساهم في بناء ليبيا دولة مدنية ديمقراطية يتم التداول على السلطة فيها سلمياً وفقاً لدستور ينظم الحياة السياسية بها. حفظ الله ليبيا، والسلام عليكم.